يا اسطى، ما بدل الفضا ده ما تيجي كده نعمل اي حاجه مفيده. طب بص يا معلم، انا عندي فكره كنت عايز افتحك فيها. ايه هي؟ احنا نعمل فيديوهات على النت ونتشهر ونعمل فلوس. ايوه يا اسطى، نتشهر بقى. بس هنعمل ايه؟ احنا نجيب كاميرا ومايك ونصور مع الناس في الشارع. طب بما اننا داخلين على امتحانات، انت طالب في جامعه صح؟ ايوه انا طالب. قول لنا ايه اخبار الامتحانات السنه دي؟ الامتحانات طب انت اصلا بتذاكر قبل الامتحان بقد ايه؟ بذاكر كل. عمرك غشيت في امتحان؟ طب انت في الامتحان بتكون الشخص اللي بيغش ولا الشخص اللي بيغشش؟ طب انت اصلا هتعمل ايه في رمضان السنه دي؟ ايه رايك في المسلسلات بتاعت السنه دي؟ ايه اكتر مسلسل عايز تتفرج عليه؟ خد اقول لك. لا يا معلم، بس الموضوع ده اتهرس وكل الناس بقت بتعمله. طب هنعمل ايه؟ احنا نعمل فيديوهات تضحك. انت قاعد يا منكوس عليك امتحان بكره. اعوذ بالله. في ايه يا ماما؟ استعنا عشاء بالله، الواحد يبدا يذاكر بقى. انا هقوم اعمل كوبايه شاي عشان اعرف اركز وبعدين اجي اذاكر. اديني عملت كوبايه الشاي ونذاكر. انا مش فاهم حاجه. لا انا هفتح الفيسبوك اشوف العيال منزليني على جروب الدف. ايه ده؟ دي الساعه بقت 12. يا نهار ازرق، انا الحق اكلم الواد صاحبي اشوف عمل ايه، بيذاكر ولا عمل ايه. وده عايز ايه ده؟ الو، ايه يا حبيبي، ايش عامل ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله، انت اخبارك ازاي؟ صح عامل ايه ولا؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ايش بقول لك ايه؟ قول. انت ذاكرت ايه؟ لا يا اسطى والله مش مذاكر حاجه، انا هضيع وهشيل ماده ومش عارف اذاكر، وكل ما افتح عمل زمان ما افهمش منها حاجه، فشكلنا هنشيل الماده. طب خلاص طالما محدش ذاكر انا ادخل انام، وكده كده كلنا شايلين. بس احنا دمنا تقيل. خلاص عندي فكره تانية، احنا نعمل برنامج عن الموديل بقى والفاشن وبتاع، ونبقى مودلز. بس ده منظر موديل بذمتك. خلاص احنا مش كده كده داخلين على رمضان، احنا نعمل برنامج ديني. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم يا جماعه. النهارده حلقه جديده من المكان الجديد اللي انا قاعد فيه دوت، من برنامجنا وبرنامجكم ارتقي. لازم نرتقي، احنا داخلين على شهر رمضان. شهر رمضان، واللي ما يعرفش ان شهر رمضان هو شهر الصيام. ايوه هو شهر الصيام، لازم كلنا نصوم. تعالوا نصوم مع بعض كده، تعالوا نقرب من بعض، تعالوا نحضن بعض يا جماعة. رمضان شهر المحبة، لازم كلنا نحب بعض. من مكاني دوت هنا لازم ندعي ربنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص أنا عندي فكرة جديدة، احنا نعمل برنامج سياسي. أنا آسف. لا بس أنا عندي فكرة أحسن. طب ايه هي؟ احنا نقول نكت. الدرارة فان فان. لا 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 لا، طالما وصلت المرحلة دي ما تكملش، مش لاعب يا عم. طب خد اقول لك، استنى بس. طبعا اللي احنا شفناه ده دي حاجات مختلفة، ازاي في بلدنا ان انت تكون مشهور، وازاي ان انت تعمل حاجات وتتشاف والناس تتفرج عليك. بس يمكن احنا الهدف بتاعنا من البرنامج بتاعنا ما كانش الشهرة، احنا مش عاملينه عشان احنا نتشهر او ملايين ان هم يشوفونا، احنا عاملينه عشان نوصل حاجة معينة او نوصل مسج عندنا احنا عايزين نوصلها. فالهدف بالنسبة لنا شوية، النجاح بالنسبة لنا احنا كبرنامج ارتقوا، هو مش ان احنا نكون مشهورين. وفي ناس كتير جدا بتعمل حاجات كتير جدا ومشهورة، بس مش الشهرة معناه ان انت مشهور بحاجة كويسة، في ناس كتير جدا مشهورة بحاجات وحشة. فاحنا الهدف بتاعنا ان احنا على الاقل لو 100 واحد بس اللي هيكون عارفنا، بس يكون ال 100 اللي عارفيننا دول يبقى احنا فعلا بنغير فيهم حاجه، تبقى الناس دي بتستفيد مننا حاجه. ناس كتير الفتره اللي فاتت يمكن سالتنا هو ايه البرنامج ومين انتوا وانتوا عايزين تعملوا ايه وليه ارتقوا. اول حاجه احنا شباب شايفين شويه حاجات في المجتمع بتاعنا حابين ان احنا نغيرها، عايزين ان احنا نوصل بالمجتمع بتاعنا لحاجه احسن. بس في نفس الوقت احنا عشان المجتمع بتاعنا بيتقبل اي حاجه فيها هزار وضحك، فاحنا قلنا ان الموضوع لازم يكون بطريقه لذيذه وبدم خفيف. معظم الناس اللي طالعه او معظم الناس اللي بتتكلم يكون هدفه الضحك من اجل الضحك، بس احنا شفنا ان احنا عايزين نوصل مسج للناس. الناس كلها بتحب الضحك طبعا، بس ان انا برضو لازم توصل لي مسج، او ان انا اعرف انا استفدت ايه من الفيديو ده. فده اللي احنا هنحاول نعمله. ليه ارتقوا؟ يمكن دايما احنا بنبص ان احنا اقل من دول كتير تقريبا في كل حاجه، يعني حتى دايما بنلاحظ كلمه كده، يعني كل الناس اللي عايشه جوه مصر لما يجي يسافر يقول لك انا مسافر بره، فده معنى ان احنا جوه. واللي بره يقول لك انا نازل مصر،
فده معنى ان احنا جوه وتحت، فاحنا عايشين في حفره يا معلم، فاحنا بنبص لكل الدول ان هي فوق كده، فاحنا عايزين نرتقي شويه كده بحيث ان احنا على الاقل ننافس الدول دي، وان الناس دي مش احسن مننا في حاجه. لو عجبتكم الفكره ادعمونا بلايك وشير للفيديو ده، وسبسكرايب للشانل بتاعتنا على اليوتيوب عشان نوصل الفيديو ده لاكبر مشاهده، لايك واكبر كميه شير. لو انتوا بتتفرجوا علينا من على الفيسبوك اعملوا لايك للفيديو بتاعتنا، واعمل منشن لاصحابك، وان شاء الله الحلقات الجايه هتعجبكم. ولو عندكم اي اقتراحات ممكن تتواصلوا معنا في الكومنتس وان شاء الله هنقراها، او ان انتوا تتواصلوا معنا على الفيديو بتاعتنا على الفيسبوك.